والبيوسات. واليوم سننتقل إلى الحديث عن الفطريات. ما يميز الفطريات عن غيرها من الكائنات الحية الدقيقة التي تم التحدث عليها من البكتيريا والبيوسات أنها من حقيقية النواة. ما المقصود في حقيقية النواة؟ تحتوي على نواة حقيقية، صحيح. يعني عندنا الإيوكاريوتات أو حقيقية النواة، لها نواة حقيقية. ما المقصود في نواة حقيقية؟ يعني تمتلك نواة وغشاء نووي ونوية وجميع العضيات، تقاطر جنسيا ولا جنسيا. لما نعرف الفطريات، يعني الفطريات عبارة عن كائنات حية حقيقية النواة، تقاطر جنسيا ولا جنسيا. هون المقصود بالتقاطر الجنسي، التقاطر الجنسي الكامل. يعني هناك رح نلاحظ عندنا خلايا مذكرة وخلايا مؤنث، رح يطلع عندي اللي هو خلية المخصبة، ايش بنسميها؟ اللي هو الزايغوت. بالنسبة للتقاطر الجنسي اللي كان في البكتيريا كان حقيقي؟ لا، ما كانش، كان اسمه انتقال ما دورتي، لأنها هي حقيقية النواة فيها تقاطر جنسي حقيقي. وين بتكون موجودة الفطريات؟ منتشرة في جميع البيئات، سواء في الماء، في الهواء، في الطوبة، في الماء العذب، في الماء المالح، في جميع البيئات. ما يميز الفطريات ايضا انها لا تحتوي كلوروفيل. ايش هو الكلوروفيل؟ الصبغه الخضراء. على ايش مسؤول الكلوروفيل؟ مسؤول على البناء الضوئي. يعني اي حدا في البناء الضوئي ايش يعني معناه؟ يعني عنده كلوروفيل قادر على القيام بالبناء الضوئي. طب وبعدين؟ ينتج غذاء بنفسه. يعني اللي يحتوي على الكلوروفيل ايش بنسميه؟ زيت نباتي. طب الفطريات ما بتحتوي على الكلوروفيل، ايش هي؟ غير ذاتية التغذية، لا تستطيع ان تصنع غذائها. واضح؟ تختلف الفطريات في احجامها وفي اشكالها. في منها لا يرى الا تحت الميكروسكوب. في منها ما هو كبير يؤكل، زي مين؟ زي مشروم، عش الغراب. العلم اللي بدرس الفطريات ايش بنسميه؟ مايكولوجي، او بنسميها مملكه الفنجاي، اللي هو العلم يختص بدراسه الفطريات وتركيبها وجميع صفاتها. طب من ايش بتتركب الفطريات؟ الفطريات مقسمة إلى جزئين. مقسمة إلى جزئين، وحيدة الخلية، وحيدة الخلية أو عديدة خلايا. وحيدة الخلية زي مين؟ خميرة. عندنا وحيدة الخلية زي اليست اللي هي الخمائر، الخميرة. هذه وحيدة الخلية، يعني لا يحتوي جسمها إلا على خلية واحدة. الخلية الواحدة قادرة أن تقوم بجميع وظائف طبعا. طيب وعديدة الخلايا؟ عديدة الخلايا زي فطر عش الغراب وأنواع الفطريات الأخرى. طيب من إيش بتتركب؟ تتركب الفطريات من خيوط رفيعة مجهرية. إيش معنى كلمة مجهرية؟ يعني رفيعة جدا. قطر الخيط من 5 تقريبا إلى 100 مايكرو. من 5 إلى 100 مايكرون، هذا قطر الخيوط الفطرية. إيش اسم الخيوط الفطرية هاي؟ اسمها تدعى خيوط إيش؟ هيفا. خيوط الهيفا تتشابك وتتفرع، تتفرع وتتشابك، تعطي ما يسمى بالغزل الفطري، أو يسمى بالميسيليوم، يسمى بالميسيليوم. واحيانا الخيوط هاي راح نلاحظ يا اما تكون مقسمه او غير مقسمه. هاي الخيوط، هاي الخيوط، شايفين كيف النواه منتشره؟ وهي السيتوبلازم. هانا ملاحظين ان الخيوط الهيفات تبعتها ايش مالها؟ مقسمه الى حواجز،
مقسمة إلى حواجز. بالنسبة للفطر الثاني إيش ماله؟ غير مقسمة. بالنسبة لتقسيم الخيوط هاي يعتبر أداة تشخيصية، أداة تشخيصية. هيك صار أوضح؟ هيك شايفين كيف الخيوط مقسمة؟ شايفين التقسيم؟ هنا خيوط فطرية غير مقسمة، النواة الحقيقية هي منتشرة عبر السيتوبلازم. هذا طبعاً فطر الخميرة اللي هو عبارة عن وحيدة الخلية. هي عندنا خيوط ثانية شكل منظر الخيوط، شايفين كيف بتكون متفرعة متشابكة. ممكن تصل خيوط الهيفا إلى عدة أمتار، إلى عدة أمتار. هنا عندنا فطر العشرورات، هي الخيوط الفطرية، وهنا عندي كمان خيوط زي كأنها عاملة جذور بالأرض. هذه خيوط فطرية بتعطينا نظام تساعد على فطر لامتصاص الماء، وهذا اسم بنسميه الميسيليوم اللي هو الغث الفطري. كيف بتتكاثر الفطريات؟ طريقتين جنسي ولا جنسي. تكاثر الخضري منظر التكاثر اللا جنسي، يعني هي لا جنسي. تكاثر الخضري جزء من التكاثر اللا جنسي اللي هو المقصود. ممكن نلاحظ انه يسمى بالتجزؤ او بالتفتت. كيف بالتجزؤ؟ شفنا الصوره هاي، هاي صوره الخيوط. اذا احنا اجينا وقطعنا او قسمنا هذه الخيوط الفطريه الى عده اقسام، يستطيع كل جزء ان ينمو ويعطي فطر جديد. بنسميه هذا هو التكاثر الخضري او التجزؤ. يعني انا ممكن اجزئ الخيوط الفطريه لتنمو الى فطر اخر جديد. هذا نوع من انواع التكاثر اللا جنسي. التكاثر ماله؟ اللا جنسي. في عندنا نوع ثاني من التكاثر اللا جنسي اللي هو ايش؟ التبرع. ايش المقصود بالتبرع؟ حلو. هو ظهور نتوء بروز من خارج الخلية الأم، زي ما احنا شايفين هون. هاي عندنا خلية أم بلش يطلع منها ايش؟ نتوء اللي احنا بنسميه البرعم. ايش اللي راح يصير؟ راح يصير عندي انقسام للنواة. هاي عندنا الخلية الأولى، صار عندي بروز، صار عندي نتوء في داخل الخلية، صار عندي انقسام للنواة اللي هي الدائرة الحمراء اللي احنا شايفينها هون. صار عندي انقسام، واحدة كبيرة واحدة أصغر حجما. راح تنتقل هذه النوية الأصغر حجما إلى داخل البرعم، بنسميها أنا برعم صغير يحتوي على سيتوبلازم. برضه عندي صار في انقسام بالسيتوبلازم وبالنواة، وممكن عندي البرعم ينفصل تماما عن الخلية الأم وينمو إلى فطر جديد، أو يبقى متصلا في الخلية الأم ويسمى ايش؟ مستعمرة. يصير عندي كولون كامل، يصير عندي مستعمرة. هذا هو التبرعم. واضح؟ يعني التبرعم هو ظهور نتوء أو بروز على داخل الخلية الأم. تنقسم نواة الخلية الأم إلى نواتين كبيرة وصغيرة. تنتقل النواة الصغيرة إلى داخل البرعم الصغير، وينقسم السيتوبلازم وينفصل هذا البرعم عن الخلية الأم وينمو معطيا فطر جديد. وعندنا برضه نوع من أنواع التكاثر اللا جنسي اللي هو الانقسام أو الانشطار الثنائي، طبعا تحدثنا عنه بالتفصيل في البكتيريا. هذا يعتبر تكاثر تقوم به مين؟ الخميرة. تقوم به فطريات الخميرة لأنها تعتبر وحيدة الخلية، وحيدة الخلية، وبتكون هيك بتشبه مين؟ بتشبه البكتيريا. والتجزؤ اللي هو التكاثر الخضري اللي تكلمنا، هو تجزئة خيوط الهيفا أو خيوط الفطرية وانفصالها ثم تنمو إلى ميسيليوم جديد. آخر نوع من أنواع التكاثر اللا جنسي اللي بتم عندي بالفطريات هو تكوين الأبوام أو السبور. إيش اللي بيصير؟ يعتبر السبورات من أكثر أنواع التكاثر اللا جنسي انتشاراً في تكاثر الفطريات. ليش؟ أذكركم ليش؟ لأنه سهولة انتشار وتطاير الأبواب. يعني ممكن يجي هواء ريح بسيط ينشر هذه الأبواب.
طب ايش هو البو؟ البو عبارة عن خلية أحادية لها غلاف صلب، تنمو بعدين بتصير عندي فطر جديد، لكن دون اندماج الأمشاج اللي هو الجينات، يعني ما بيصير فيها تقاطر مين؟ جنسي. وبعدين بتكون لها خيوط فطرية وبتصير عندي تكون ميسيليوم جديد. شايفين أنا عندي زي فطر عفن الخبز، هاي عندي الخبز، كلنا طبعا بنشوف أكيد خبز معفن. مجرد ما يعفن الخبز لو بتعمل الخبزة هيك صح ولا لا؟ ايش اللي بيطلع هذا؟ اللي هي هذه الابواق سريعه الانتشار تتطاير وبعدين تنمو الى فطر جديد. ننتقل الى التكاثر الجنسي الذي يحدث بالفطريات. جميع الفطريات تكون الجراثيم الجنسيه ما عدا الفطريات الناقصه. زي مين عندنا الفطريات الناقصه؟ في عندي فطر بنسميه الالترناريا، هو فطر من الفطريات الناقصة، هذه ما بيصير فيها تكاثر جنسي. التكاثر الجنسي بقول لك يحدث مرة في نهاية دورة حياة الفطر. ليش؟ لأنه بتكون هنا الجراثيم أو الفطر خايف عشان يضمن حفظ النوع أثناء ظروف بيئية غير ملائمة، يعني صار عندي ظروف غير ملائمة، بروح الفطر عشان هو خايف يحفظ النوع، حب البقاء. بروح يطلع جراثيم جنسية وبصير فيها تكاثر. كيف بده يصير؟ خلينا نتابع مع بعض. هاي الخيوط الهايفة، هنا عندي مذكرة ومؤنثة، هنا بصير عندي التقاء بينهم، بكونوا اللي هي الأنشاج أو الجنيتات، بعدين بكونونا مين؟ هنا أعطانا اللي هو بكون الخلية المذكرة بكون عندها كم؟ واحد إكس اللي هو بكون أحادي الكروموسوم. والمذكرة بكون واحد برضه اكس. صار عندي هذا لما تكون عندي الزايد، كم عندي الزايد؟ 2 اللي هو 2 اكس، صار عندي احاد ثنائي مجموعة الكروموسومية. وبعدين هذا بتكون لنا اللي هو زي الكيس الجرثومي، لكنه هو ناتج عن مين؟ عن اندماج الامشاج، مش زي الصبرات. واضح؟ وهذه بتنتشر نفس النظام لكن بتكون ناتجة عن اندماج الأمشاج الجنسية. واضحة؟ هاي كمان صورة ثانية. هاي عندنا الفطر، بنلاحظ انه خيوط الهاي بتلتقي، في عندي خيوط مذكرة مؤنثة بصير فيها التقاء. هاي بصير عندي الالتقاء هون، شايفين كيف بتكون بعاد عن بعض؟ بكون الجراثيم الجنسية، هاي الجراثيم الجنسية أول مرحلة، بعدين بصير فيهم تقارب، بعدين هنا ببلش الاندماج، هلا بيعطيني مين؟ اللي هو الزائد الخلية المخصبة اللي من اندماج الاثنين، وبعدين بتكون الكيس، وشايفين الكيس بيعطيني ايش؟ زي كأنه كيس فيه عبارة عن جراثيم جنسية تنتشر وبتكون الفطر من جديد مرة أخرى. واضحة الدورة؟ هاي عندي الفطريات الناقصة زي فيوزاريوم وبنسيليوم كمان الالترناليا، شايفين هاي؟ بتكون مترممة أو متطفلة لكن مميزتها إنها لا يتم فيها تكاثر جنسي، ما فيها تكاثر جنسي نهائي، يعني هي النوع الوحيد من الفطريات اللي بتقوم لا تقوم بالتكاثر الجنسي. موجود مشكلة، انتوا بس اكتبوا عليها مثل الالترناريا، انا حبيت تشوفوها يعني اساس انه نعرف الالترناريا والفوزاريوم والبنسيليوم. تصنيف الفطريات، تم تصنيف الفطريات الى ثلاث اقسام، فطريات عارية وفطريات صوتية ولا صوتية. بناء على ايش تم التقسيم هذا؟ بناء على أربع قصص اللي هم وجود أو عدم وجود الأدوار المتحركة في حياة الفطر، شكل وترتيب أصوات الجراثيم السابحة، انقسام أو عدم انقسام الغذاء الفطري، جراثيم الجنسية. جراثيم الجنسية شوف الشكل هذا، في تعتبر ميزة بنشخص فيها الفطريات. في عند فطريات بتكون عندنا إيش مالها؟ تعطيني الزايد أو بنسميها الزيجية أو الزقية أو البديدية أو البيضية.
على اساس الاسس هذا احنا قسمنا الفطريات. طبعا تم تشخيص الفطريات احنا بدنا نشوفها مقسمه او غير مقسمه، كيف الجراثيم الجنسيه كيف بكون شكلها، هذا كله احنا بنقدر نشخص ونقسم الفطريات على اساس. طب احنا الفطريات بنرجع نحكي لنقطه ان لا تحتوي على كلوروفيل. ايش معنى يعني لا تحتوي على الكلوروفيل؟ غير ذاتيه الدم. طب ايش الطرق الانسان لما يكون غير قادر على صنع غذائه بنفسه؟ يا اما بده يكون متطفل مترمم او علاقه تعايشيه. اللي هي علاقه التكافل، صحيح؟ معي كلكم هان؟ يعني مترممه متطفله متكافله. بدنا نعرف طب ايش التطفل؟ لما اقول لك ايش علاقه التطفل؟ اسمع الخليل، يعني اعتمد على غذائي من شخص اخر، ايش الحق فيه؟ ضرر. انا في الحاق الضرر، احنا بنسميها متطفله. طب علاقه الترمم؟ انا تحليل الفضلات. بدي اسمع من محمد عبد الرحمن. هو التطفل الترمم هي قدرة دخول البكتيريا أو الكائن الطفيلي هذا إلى الجزء المترمم، بقايا عفن أو بقايا خلايا أخرى. صحيح، يعني هو بده يعتمد على يا إما مواد عضوية محللة من بقايا كائنات ميتة، يعني بده يجي أو موجودة في الطرق، بده يجي على مواد عضوية ويعمل هضم إلها خارج جسمه. صح؟ يعني مش راح ولا ياكلها ولا راح يدخل جواها، راح يشوف شيء ميت، مواد عضويه برا موجوده في التربه او بقايا اجسام ميته او خلايا ميته او كائنات ميته، يروح يعمل لها هضم او تفكيك وتحليل ويستفيد منها. هذه الترمم. والتكافل طبعا اللي هي علاقه منفعه، تبادل منفعه. صحيح، القد راح نشوف العلاقات هاي بالفطريات. قسمت العلاقات او مناهج الحياه الحرفيه الى فطريات إجبارية التطفل. إيش المقصود بفطريات إجبارية التطفل؟ يعني كلمة إجبارية التطفل لا تعيش إلا متطفلة، لا تعيش إلا متطفلة، يعني هذه لا تستطيع العيش بدون عائل. مثال حكى لنا يا زميلنا اللي هو زي الفيروسات، كلمة متطفلة إجبارية شفناها منين؟ في كل الفيروسات، كل الفيروسات متطفلة إجبارية، لكن بالفطريات لا، في نوع متطفلة إجبارية، في متطفلة إجبارية. طب يا جماعة إذا هيدا هذا الفطر مثلا هو معتمد على نبات أو حيوان يتطفل عليه، إذا ما لقي العائل المناسب، إيش بده يعمل؟ لا لا، هي بحكي لي إجبارية التطفل، إذا ما لقيتش العائل. يا احمد، اذا ما لقيتش العائل ايش بدنا نعمل؟ عنده حلين، يا اما راح يموت او راح يدخل في حاله كمون، او راح يدخل في حاله كمون. هذا ما يميز الفطريات اجباريه الترمم، يعني اجباريه الترمم في حال لم تجد العائل المناسب يا اما بتموت يا اما تدخل في حاله كمون. في فطريات ثانية بتقول لا أنا بدي أكون اختيارية التطفل، طب هي بالأصل إيش بتكون؟ متطفلة. يعني واحدة اختارت التطفل، هي مش متطفلة، صارت سميناها اختيارية التطفل. هي بتكون مترممة، هي بتكون مترممة. هي بتكون مترممة. في أجسام ميتة هون، اللي بده يتحلل بنحلله، ما عنديش مشكلة. بعد ما يصير تحلل الأجسام الميتة، ما لقيتش أجسام ميتة، ما لقيتش مواد عضوية في التربة، إيش بتعمل؟ بتروح تدور على عائل آخر وتتطفل عليه، فبنسميها اختيارية تطفل. بين الترمم اختيارية التطفل، هي أنا بحكي أنا بتكلم عن المترممة واختيارية التطفل. طب في عنا إجبارية الترمم، إيش معنى كلمة إجبارية الترمم؟ هذه مسألة. هاي
لا تعيش إلا على مواد محللة أو أجسام اللي هي مواد عضوية متحللة موجودة بالتربة أو بقايا نبات أو حيوان. إجبارية الترمم زي فطر بنسميه فطريات اللي هو إيش؟ زي فطر البنسيليوم. هاي إيش بتعمل؟ بتروح أو بنسميها فطريات السكر، لا تستطيع أن تستغل إلا مواد بسيطة كالسكريات والأحماض الأمينية، يعني إلها قدرة إنزيمية على استغلال المواد البسيطة. في عندي فطريات بنسميها فطريات الذباب اللي إحنا بنستفيد منها بالسماد العضوي، بنستفيد منها وين؟ بالسماد العضوي. هذه الفطريات لها قدرة إنزيمية متخصصة على إيش؟ إحنا بنعرف بقايا النباتات مكونة من جذر، إيش الجدار تبع النبات؟ سليلوز. هذه الفطريات لها القدرة الإنزيمية على تحليل السليلوز، طبعاً السليلوز هو عبارة عن إيش؟ سكريات معقدة، سكريات معقدة صح؟ سكريات معقدة، يعني بتيجي هذه الفطريات لها قدرة إنزيمية على تحليل السليلوز وين بتوديه من مواد معقدة إلى مواد بسيطة. بنستفيد من الفطريات هذه لما احنا نحلل بقايا النباتات بنرجعها للمكونات البسيطة. بنستفيد منها ايش؟ كسماد. يعني احنا احيانا الناس اللي بيزرعوا بطاطا وبندورة يعني احنا بناخذ من الثمار طباق الشجرة او النبتة تبعت البطاطا والبندورة، وش بده يروح فيها؟ تخمير. ايش بيعملوا فيها؟ حلو حكى عنه بخموها. كيف بخموها؟ بحطوها عبارة عن بقايا زي كوما. بسموه هذا الكومبوست او الذبال او السماد العضوي. بحطوه بجورة وبغطوه مع درجة الحرارة وجود أنواع معينة من البكتيريا والفطريات اللي احنا سميناها فطريات الذبال، تقوم بتحليل السليلوز والجنين اللي هو من بقايا النباتات وتودينا إياه لمين؟ لمكونات بسيطة. احنا بناخذ المكونات البسيطة بنستخدمها كإيش؟ كسماد، كسماد عضوي. واضحة؟ واضحة فطريات الذبال ايش هي؟ يعني تقوم بتحليل المواد المعقدة في السليلوز والجنين من بقايا النباتات إلى مواد بسيطة تستخدم كسماد عضوي. وله اسم ثاني بسموه الكومبوست اللي هي فطريات، وفي كمان نوع من أنواع البكتيريا بتشتغل على هذا العمل. طيب ايش يعني اختيارية التطفل؟ يعني عرفنا إجبارية التطفل وإجبارية الترمم. في عندي اختيارية التطفل قلنا ايش مالها؟ هي مترممة وما لقيت ايش بقايا متحللة بتروح تتطفل. طب اختيارية الترمم؟ العكس، يعني هي متطفلة ما لقيت ايش عائل راحت ترممت. يعني اختيارية التطفل احسن من اجبارية الترمم. قالت انا ما بدي اموت، ليش اموت انا؟ انا مش لاقية عائل، ليش اروح اموت؟ لا، بروح اترمم على بقايا مواد محللة. واضح؟ العلاقة الأخيرة، هي العلاقة التكافلية أو تبادل المنفعة. يعني في عندي مالهم، في عندي اثنين، في عندي جهتين، رح نصير نعمل عقد اتفاق بينه وبين حدا. الفطر مع مين عمل اتفاق؟ مع الطحلب. إيش كان الاتفاق بينهم؟ أجا الطحلب والفطر اتفقوا على ايش؟ الفطر قال للطحلب انا بدي التف حواليك واخليك تلتصق بالاشجار والسطوح والاجسام وكمان اساعدك على امتصاص الماء. بدي اساعدك على امتصاص مين؟ الماء. طحلب ماشي، طب انا ايش بدي اسوي لك يا فطر؟ قال له انا بدي اعمل لك، مش انا الطحلب بيعمل بناء ضوئي، الطحلب يحتوي على الكلوروفيل. فقال انا بدي اعمل بناء ضوئي واعطيك السكر جاهز، واعطيك السكر جاهز، هيك صار في تبادل منفعة ولا لا؟ يعني الفطر عمل عملية امتصاص ماء للطحلب، والطحلب قدم للفطر ايش؟ السكر اللي هو الناتج من عملية البناء الضوئي. طب احنا بدنا نضلنا نحكي على العلاقة هذه طحلب وفطر، طحلب وفطر، لا، اتفقنا على مسمى أو مصطلح ايش اسمه؟ اللي هو الأشناف، ايش اسمه؟ القدرة حورجيكم صور لها، هذه نقطة رممة. عندنا إجبارية الترمم زي البنسيليوم وعفن الخبز، اختيار الترمم زي التفحم. هنا برتقالة مصابة فطر البنسيليوم،
هذا العلاقة التكافلية، شايفين؟ هنا عندنا قيود فطرية، أجا قيود الفطرية التفت حوالين مين؟ طحلب، طحلب إيش لونه؟ أنا أخضر، التفت حوالينه. خلت اللي تحت تمتص مين؟ تمتص الماء، ساعد بامتصاص الماء. الطحلب إيش قدم عشان لونه أخضر؟ عمل بناء ضوئي ومد الفطر بالسفن. هلا بكون شكلها، شايفين كيف بكونوا على الشجرة؟ القشرة الخارجية بتكون برضه فطرية، شايفين اللون الأخضر هذا طحلب مع فطريات، بتكون هي طحلب ملتف بالفطر. وهنا عندنا صورة يعني كل الأحيان بيطلع لونها أخضر، شايفين الصورة هاي زي كأنها حرشوفية. واضح؟ كثير احنا ممكن نشوفها بنشوفها على جذع شجرة، أحيانا على بعض الأنواع من أنواع الصخور بنلاقيها بتكون موجودة، بس أكثر شيء بتكون موجودة على الأشجار والصخور، يعني بتكون علاقة ما بين الطحلب والفطر، إيش سميناهم؟ الأشجار. كل شيء له وجهين، مفيد وضار. رح نتكلم إن شاء الله بالأول عن المفيد بالنسبة أو الجانب المضيء للفطريات. الأهمية الاقتصادية للفطريات. إيش بتتذكر؟ إحنا الفطريات حكينا وحيد الخلية زي الخميرة. الخميرة إيش بنستفيد منها؟ إيش بنستفيد منها الخميرة؟ يعني لما نتكلم عن الفوائد أو الأهمية الاقتصادية للفطريات، رأساً بدي يجي ببالنا اللي هو الخميرة. الخميرة زي ما بنعمل منها خبز ومعجنات، برضه تستخدم وتستغل في صناعة المشروبات الكحولية. وكمان بزود الوزن. صحيح، في ناس بياخذوا قرص خميرة عشان يسمن. طيب، وكمان عندنا نتكلم عن اللي هو فطر البنسيليوم اللي طلعنا منه المضاد الحيوي اللي هو البنسلين. يعني اول شغله استخدمناها في الصناعات زي مشروبات كحوليه ومعجنات وخبز، استخدمناها مصدر لانواع من الفيتامينات زي فيتامين بي المركب كومبلكس، استخدمناها في تحضير الاحماض العضويه زي حمض الليمون والخل، فطر الاسبرجيلس هو اللي اشتغل عليها، استخدمناها كمواد مالها غذاء للانسان. المشروم كثير صرنا نحطه على البيتزا والمأكولات، صار المشروم كثير يدخل. وبعدين يا جماعه المشروم له قيمه عاليه جدا، سواء يحتوي على مضادات اكسده ويحتوي على بروتين بنسبه عاليه جدا. كمان عندي نتكلم عن المواد الصيدلانيه والمواد الكيماويه، عند الحديث على المضاد الحيوي اللي هو البنسلين المستخرج من فطر البنسيليوم. وكمان عندنا فائده ثانيه، زي ما تكلمت عن فطريات الجبال بتعمل خصوبه للتربه بواسطه تحليل المواد المعقده من بقايا النباتات الى مواد بسيطه، وبالاضافه انها بتخلص الكره الارضيه من تراكم النفايات. يعني احنا عندنا مشكله بقطاع غزه، بنواجه انه قطاع غزه بس في 3 مكبات للنفايات، في عندنا زياده غير طبيعيه بالنسبه لزياده النفايات، ما فيش عندنا حل. اكيد احنا بنمشي ونشوف. لما احنا نشتغل على الموضوع هذا، بقايا المواد العضويه سواء الزراعيه او حتى في بيوتنا، نستخدمها ونعمل لها انها نزود خصوبه التربه، نطلع سماد عضوي بفيدنا وبقلل النفايات. هذا إشي جانب إيجابي ولا لا؟ لو كل واحد يبدأ من نفسه فعلاً يشتغل زي هيك، من بيتك من مطبخك، كلنا بنعمل سلطة، كلنا بنشتغل في المطبخ، كل البقايا هاي تروح لوحدها، هي عبارة عن بقايا مواد عضوية. لو حطيناها وغطيناها بالشمس، راح نلاقي إنه في بعض أنواع الفطريات والبكتيريا راح تقوم بتحليلها لمواد بسيطة تزيد من خصوبة التربة. وإيش التأثيرات الضارة للفطريات؟ أشهر مرض اللي هو قدم الرياضي، يعني نتكلم عن أغلب الأمراض الجلدية، الفطريات تصيب أو تتسبب في أغلب الأمراض الجلدية، زي هو قدم الرياضي اللي تقرحات ما بين أصابع القدم، ممكن تسبب لنا برضه التهابات مسالك بولية والتهاب أذن وسطى. والفطريات المسؤولة كمان، إحنا نتكلم للإنسان زي ما هي ضارة للإنسان، ضارة للنباتات والحيوان أيضا. وبالنسبة أغلب النباتات والأمراض النباتية مسبباتها فطرية.
شفتوا البرتقالة اللي هي مصابة؟ كثير احنا لو نحط خيار، لو نحط طماطم، اول اصابة بتصير عندها اصابة ايش؟ فطرية على المحصول النباتي، زي مرض البطاطس اللي هو صدأ القمح، وكمان عند البياض الزغبي في اوراق العنب. هذه بالنسبة للجانبين. نتكلم عن علاقة الفطريات والامراض، علاقة الفطريات والامراض. في عندي كثير امراض، ايش اللي بخلي الفطر يسوي لنا مرض او يحدث مرض؟ ايش حكينا احنا؟ في عندي ثلاث طرق لاحداث الامراض بتسببها الفطريات. اول شغله بتزيد حساسيه العائل، بتزيد حساسيه العائل. كيف بدها تزيد حساسيه العائل؟ في عندي حكينا جراثيم فطريه ممكن تنتشر عبر الهواء. الناس اللي عندهم مشاكل بالصدر زي الربو والازمه الصدريه راح يتحسسوا، راح يصير عندهم تحسس وتهيج. فهذه اول طريقه. ثاني شغله عبر افراز سموم فطريه، يعني الفطريات راح تفرز توكسين اللي هو عباره عن السموم الفطريه، بتكون سامه للانسجه سواء بالانسان او الانسجه الحيويه. السموم هذه اللي بتفرزها بتكون سامه وبتهيجنا وبتسببنا الامراض. بالنسبه للطريقه الاخيره امتلاك خواص كيميائيه وحيويه وفسيولوجيه انها بتمكن سواء بتكون هي عامل ممرض اول او عامل ممرض ثاني. كيف يعني؟ ممكن انا تكون عندي الاصابه الاولى انا مصاب بمرض فطري. ممكن احيانا كثير بتصير معنا، انا بنجرح، جرحت، بعد شوي بلتهي بفطريات، بصير هذا الفطر ايش ماله؟ ممرض ثاني. كثير احنا بنكون عندنا التهابات بكتيريا، بناخذ دواء بعد شوي بقول لك والله صار عندك التهابات فطريه، صح؟ هذا بكون انه صار عامل انتهازي او عامل ممرض ثاني. طب ايش انواع العدوى؟ كيف تنتقل العدوى الفطريه؟ في عندي ثلاث انواع، عندي سطحيه وعندي تحت جلديه وعندي جهاديه. لما نتكلم عن السطحيه اللي هي ايش المقصود فيها؟ اللي تتعدى الطبقات الخارجيه زي الجلد، الشعر والاظافر. هذا ايش تنتقل؟ اغلب الامراض اللي تكون عباره جلديه تنتقل عن طريق الملامسه اللي هو من لمس. هاي بتكون بس لها قدره على تحليل ماده كرياتين اللي هي بتكون في طبقات الجلد الخارجيه. ثاني وحده تحت جلديه زي ما تكلمت ان انا بدي اكون سواء جروح او حروق. في عندي مكان انه الجلد صار فيه اختراق. ايش اللي راح يصير؟ عبر الهواء طريقة عفوية، يعني أنا بجيبش الفطريات وبقولها ادخلي بالجرح تبعي إذا مجروحة. لا، أجا هواء احتوى على جراثيم، تدخل هذه الجراثيم إلى داخل مكان اختراق. راح يصير عندي عدوى. هذه العدوى راح تعمل لإتهام، يا إما بكون موضعي في مكان دخولها أو ممكن تنتقل عن طريق الدم تروح لمكان آخر في الجسم. واضح؟ ثالث نوع اللي هي عدوى جهازية. لما نتكلم عن عدوى جهازية بنتكلم عن أجهزة زي الجهاز التنفسي. الجراثيم موجودة بالهواء يتم استنشاقها عبر الجهاز التنفسي وتنتقل عبر الأعضاء الأخرى زي ما بتكون استنشاق الجراثيم موجودة بالهواء أو بتكون في مخلفات الطيور. العوامل اللي بتساعد على غزو فطريات للإنسان ايش هي؟ لازم اهم شيء قدرتها على النمو في درجه حراره الجسم. احنا حكينا انه جسمي كم درجه حرارته؟ 37. يعني الفطر اللي يستطيع ان ينمو ويتكاثر في 37 هو اللي ممكن له القدره ان يغزوني، صح؟ ويعيش ويتكاثر فيه، لكن فطر بتحملش 37، بعتبر 37 درجه حراره عاليه له، راح يستطيع ان يغزو جسم الانسان؟ لا، مش درجة حرارة مناسبة. يعني الفطريات تستطيع تحمل درجة حرارة الجسم 37، هذا يعتبر عامل مساعد لإلها، يعني بعطيها قوة إنها تصيب الإنسان. طب إيش العامل الثاني؟ لها القدرة على إفراز الإنزيمات، على تحليل الكرياتين، وإيش كمان؟ وتحليل أنسجة البشرة. كل ما كانت الفطريات لها إنزيمات بتحلل الطبقات الخارجية
تستطيع اختراق الجسم، تستطيع اختراق الجسم. ثالث عامل وكل الفطريات صحيح إلها منتجات غيضية بتعمل على يا إما تنشيط أو تثبيت جهاز المناعة. إحنا قلنا جهاز المناعة والمسبب المرضي قوتين صراع. إذا كان العامل المرضي بيحفظ أو بنتج مواد تثبت جهاز المناعة بعطيه قوة ولا لا؟ يعطيه قوة فيعتبر عامل مساعد أو عامل من عساملنا. إحنا في البكتيريا عوامل الضراوة، يعني عوامل القوة. زي إيش الأمراض الفطرية اللي بتصيبنا؟ زي التهابات العظام والمفاصل والجهاز الدوري والأنسجة والأنف والأذن والحنجرة. ممكن لاحظ إنه في عندي التهاب فطري في المعدة والأمعاء والمسالك البولية والتناسلية، وأحيانا تكون عندي التهابات فطرية في العين وفي الجهاز التنفسي، والأغلب هي أمراض فطرية جلدية كقدم الرياضي. طيب آخر نقطة، الصورة المرضية أو الأعراض بشكل عام هنا ذكرنا إياها على الأمراض الفطرية. راح نلاحظ إنه إذا صار عندي مرض فطري بيصير عندي ارتفاع درجة الحرارة، ضيق بالتنفس، سعال وسعال باللقي جاف، ألام بالصدر. راح نلاحظ إنه إصابات الجلد ممكن توصل عندي تقرحات تحت جلدية، انخفاض في ضغط الدم خصوصا إذا صارت عندي أمراض عيون وكلى ورئتين وفشل كبدي ونقص وزن وإرهاق عام فترات طويلة. نختتم وحدة الفطريات، وأيضا نكون اليوم قد أنهينا مساق الأحياء الدقيقة نظري إن شاء الله. أتمنى لكم استفادة حسنة من هذا المساق.